الأصحاح الثاني والعشرون. وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له: يا إبراهيم. فقال: ها أنا ذا. فقال: خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق، واذهب إلى أرض المورية، وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك. فبكر إبراهيم صباحاً وشد على حماره، وأخذ اثنين من غلمانه معه، وإسحاق ابنه، وشقق حطبا لمحرقة، وقام وذهب إلى الموضع الذي قال له الله. وفي اليوم الثالث رفع إبراهيم عينيه وأبصر الموضع من بعيد. فقال إبراهيم لغلاميه: اجلسا أنتما ها هنا مع الحمار، وأما أنا والغلام فنذهب إلى هناك ونسجد ثم نرجع إليكما. فأخذ إبراهيم حطب المحرقة ووضعه على إسحاق ابنه، وأخذ بيده النار والسكين فذهبا كلاهما معا. وكلم إسحاق إبراهيم أباه وقال: يا أبي. فقال: ها أنا ذا يا ابني. فقال: هو ذا النار والحطب، ولكن أين الخروف للمحرقة؟ فقال إبراهيم: الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني. فذهبا كلاهما معا. فلما أتيا إلى الموضع الذي قال له الله، بنى هناك إبراهيم المذبح ورتب الحطب وربط إسحاق ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب. ثم مد إبراهيم يده وأخذ السكين ليذبح ابنه، فناداه ملاك الرب من السماء وقال: إبراهيم إبراهيم. فقال: ها أنا ذا. فقال: لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئا، لأني الآن علمت أنك خائف الله، فلم تمسك ابنك وحيدك عني. فرفع إبراهيم عينيه ونظر، وإذا كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه. فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده محرقة عوضا عن ابنه. فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضع يهوى يرأى، حتى إنه يقال اليوم في جبل الرب يرى. ونادى ملاك الرب إبراهيم ثانية من السماء وقال: بذاتي أقسمت يقول الرب أني من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك أباركك مباركة، وأكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر، ويرث نسلك باب أعدائه، ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض من أجل أنك سمعت لقولي. ثم رجع إبراهيم إلى غلاميه فقاموا وذهبوا معا إلى بئر سبع، وسكن إبراهيم في بئر سبع. وحدث بعد هذه الأمور أن إبراهيم أخبر وقيل له: هو ذا ملكة قد ولدت هي أيضا بنين لناحور أخيه، عوصا بكره وبوزا أخاه وقموئيل أبا أرام وكاسد وحزوا وفلداش ويدلاف وبتؤيل، وولد بتؤيل رفقة. هؤلاء الثمانية ولدتهم ملكة لناحور أخي إبراهيم. وأما سريته واسمها رؤومة فولدت هي أيضا طابح وجاحم وتاحش ومعكة. نامه پاولوسی بو تیتوسی تیتوس پشکا ایکی جمن پاولوس بن یه خوده و هنارتی عیسی مسیح از کریم هنارتی دا بریوان ین خوده هل بجارتین بده مباوریه و زانیناوی راستیه یا مرووی برف خوده ترسید بد او راستی پش راستیه دده توان کو جیانا هر و هر ور بگرن او جیان یا خدای کو چه جاران دروان ناکت بری دست پیکا آفراندن سوزاوی دای اونو که ددم نخشکری دا اوی او پیام آشکرا کر اپرکاوی را گهاندنه یا ارکیوی الدی فرمان آقرتال کریم خود بومن هاتیس پاردن. بو تی توسی کرمن ی راستقینه ادباریا میا هفت پشک دا. کرم و آشتیش خدای باب اوش قرتال کریم مسیح ایسایل سرتبن. من تو بوی اگری هلای الکریته کتو او کاروبارن ماینانی ورو رگب ایخی و هر باجی رکی رهسپیان دست نشان بکی هر وکو من تو راس پاردی. ادویت رهسپی جه گازنده نبید میره ایک جن بید
زروکین وی ادباردار بن اول سربر اللایه و یا خیبون جه تاوان بار کرنه نبن. چنکو دوید جاودیر جه گازنده نبید و گو بری کار خوده خوصا پاندن النک نبید، زی تورا نبید، میوخور نبید، تند نبید، جاوبرسی قازانجی نبید. لدوید یه میواندار بید، حجباشی بکد، خودان رفتارکا آقلانه بید، یه راست و دروز بید، یه پیروز اول سرخوی زال بید. ادوید خوب پیاما جه باوریه و بگرید، هر وکو او حتیه فرکرن دابشید هندان اب فرکرنا ساخلن بکد و شاشین بر هنگارنوی فرکرنه دیار بکد. چنکو گلکن یا خیبوی هنه ین آخفتن والا و خاپینوک اب تایبت لاینگرین سنت کرنه. ینکو ادوید دویوان بهتا گرتن چنکو او اش پیخمت چاو برساتیا قازانجی فرکرنین وساد دن ینکو نابید بهندان حسا خزانان همیان اتسر داد بن. خو ایک اش کریتیان جی کو فیلسوف کیوانه گود خلک کریت هرگاف ددروینن هوین درندن و خورین تنبلن. اوه شهده یکا راسته جبروی اگری وان ابتوندی پاش و ببه داد باوری دا اتساخلن بن. او گهنه دنه افسانه جوهیان و فرمانن وان مرووان ین راستی رد دکن. بو کسین پاک همی تش ات پاکن لی بو هرمیان و بی باوران تشتک پاک نینه. اب راستی مجیوان و ویجدان وانجی ین هرمین. او دبیجن کو او خودت نیاسن لی ابکریارن خوی ماندلت کن او جه دل رشینه نگهدارن ابکر هیچ کارکی باشناین.